مفيش شك ان كلنا بنبحث على ان يكونوا ابنائنا مثاليين، عايزين الطفل المثالي المتميز في الدراسه والرياضه والمواهب الفنيه، ده حلم الحي لكل اب وام. لكن بعض الاباء والامهات وهم بيحاولوا ان هم يوصلوا لهذه المعادله بيرتكبوا اخطاء كبيره جدا، اخطاء ممكن تاثر بالسلب على نفسيه ابنهم. تفتكر؟ طبعا افتكر. مفيش اباء وامهات بيرتكبوا اي اخطاء. انا لسه هفتكر. خلينا نبتدي الكلام بان مفيش اباء وامهات بيرتكبوا اخطاء اساسا. ماشي. وبعدين خلينا بقى نوجه شويه اسئله كده، ازاي نربي طفل مثالي من غير ما نوصل لعواقب نفسيه خطيره؟ ازاي نربي اصلا طفل اساسا عشان نقدر بعد كده نقول نخليه مثالي او لا؟ ازاي نكتشف قدرات ومواهب اولادنا؟ ازاي نقدر نكتشف الحاجات دي واحنا محافظين على صحتنا وسلامتنا النفسيه وقادرين نتعامل مع اللي هم بيعملوه فينا؟ اسئله هتجاوبها النهارده الدكتوره شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي. يا دكتوره صباح الفل عليك. صباح الخير. في حاجه اسمها كده اصلا؟ احنا تعبانين قوي والله، وفي الاجازه بالذات. فين انا مش عارفه الاجازه طولت ليه. احنا تعبانين على طول في الدراسه وفي الاجازه، بس لما تيجي الاجازه هنرتاح او لما تيجي الدراسه هنرتاح. احنا لا تعبانين مع اولادنا على طول. الدراسه بتنفع والله. ايوه ده حقيقي، بتخلي اليوم قصير. مش كده. بس هيدك من نوع تاني، يعني هيدك من نوع اخر. ففي العموم كده التربيه موضوع سهل قوي، بس لو احنا حطينا هدف، يعني احنا يعني في البدايه كده لازم انا كأم او اب احط هدف. انا جالك عايز قلب الدكتوره تقولي إيه؟ التربيه موضوع سهل، جالك قلب تقوليها كده؟ والله مش هي مش سهل طبعا، لانه تحدياتنا كتير قوي، يعني احنا التحديات اللي حوالينا بقت اوفر، وكل شويه يطلع لنا حاجه من تحت الارض كده تخلينا في 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 محك مش لطيف، ونتناسى غصب عننا الحاجات الصعبه اللي كانت في الشهور اللي فاتت، واحنا بنواجه تحدي جديد من نوع اخر. يعني احنا كنا من فتره بنواجه الموبايلات وادمان الاطفال على الالكترونكس وعلى الانترنت، وان مفيش عد مواهب، و دلوقتي احنا المحتوى بقى المحتوى اللي بيتقدم على السوشيال ميديا، يعني احنا خطينا مرحله ادمان الانترنت ودخلنا على المحتوى الفاسد اللي بقى احنا يعني محك تربوي جديد خالص. فاحنا كل شويه التحديات المتلاحقه دي هي اللي بتخلي الموضوع صعب. الريتم زمان ما كانش سهل كده، ما كانش سريع كده، كانت الدنيا اهدى شويه. طيب. وده اللي خلينا احنا بنجري برضو معاه، يعني احنا متسارعين معاه. فهي طيب دي هي في حاجه اصلا اسمها طفل مثالي؟ مفيش حاجه اسمها كائن مثالي، مفيش حاجه اسمها كده. والسعي للمثاليه البرفكشنز دي اضطراب نفسي اصلا، يعني احنا في 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 تصنيفات الاضطرابات النفسيه والسلوكيه السعي الى المثاليه او السعي او الكمال اللي بنسميه السعي الى الكمال ده اضطراب نفسي. يعني الاب اللي عايز ولاده مثلا يكونوا اشطر حد في المدرسه واشطر حد في التمرين ومؤدبين وبيسمعوا الكلام، دي مشكله اب مش مشكله اطفال. هو كاب عنده مشكله، هو كاب محتاج يتميز، او عنده مشكله في نموذج الاب من الاساس. يعني بابا كان مهمل زياده او بيرفكشن زياده، او هو بام او اب بتشتق او يعني بتاخد قيمتها كام من اولادها. انا معترضه. ليه؟ علشان في ناس كان بيبقى عندهم القدره انهم يكونوا متميزين بشكل او اخر في حاجه. يعني يكون اب او ام كان رياضي وكان شاطر في المدرسه، كان شاطر في علاقاته الاجتماعيه، فنفسه ان اولاده يبقوا زيه، ويا سلام يا سلام لو طلعوا احسن. تمام. هو دلوقتي هي في حاجه اسمها فروق فرديه طبعا، وفي حاجه اسمها قدرات طبعا. بني ادم، وفي حاجه اسمها ميول طبعا. ده الاهم بقى. يعني مثلا انا دلوقتي دكتوره، ما ينفعش احلم مش اجبر احلم ان بنتي تطلع دكتوره طبعا. لاني انا ميولي حقها هي تختار، هي غير ميولها طبعا. مش بس حقها، هي ميولها. يعني احنا مثلا مفهوم كليه القمه مفهوم غلط خالص، لاني انا قمتي انا مثلا ميولي علميه، فكليه القمه بالنسبه لي تبقى كليه طب او صيدله او علوم او وات ايفر السيكتور ده. تمام. لو انا ميولي ادبيه تبقى مختلفه كليه القمه بالنسبه لي. فاحنا لو اتنين جابوا 100% في معدلات في الثانويه العامه، وواحد فيهم ميوله علميه وواحد فيهم ميوله ادبيه، والاتنين دخلوا كليه الطب، الاثنين هينجحوا، لكن اللي ميوله علميه هيتميز. هيتميز. فهنا كليه القمه هنا مختلفه خالص. فانا كاب انا عندي ميول مختلفه عن ابني،
فهو وقدرات مختلفة عن ابني. أنا كشيماء مهاراتي عالية وأقدر أعمل أي حاجة في أي وقت مع بعض وأنجح فيهم وأعمل كله بشكل جيد، ممكن بنتي لأ. طيب أنا ما ينفعش أسعى لده. المحك أو مربط الفرس علاقتنا شكلها إيه بس، دي علاقتنا شكلها إيه. المفروض تكون شكلها إيه؟ تكون هادية، مش 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 هقول مش برضو مش هنسعى للمثالية أنها تكون واو، لأني طبعا يعني تضارب الأجيال، واللي بالنسبة لي غلط بالنسبة لهم صح، واللي بالنسبة لي مرعب بالنسبة لهم عادي طبيعي، وده هو ده يعني هي دي العلاقة الصحية. إنه هم لو موافقيني على كل حاجة في بس مشكلة. خلي بالك إن في فجوة في الزمن الحالي طبعا، يعني بخلاف السنين، يعني الفجوة اللي كانت ما بيننا وما بين أهالينا أقل بكتير، مختلفة أقل بكتير، لأن التحديات والمغريات والمعطيات بتاعت حياتك كان يعني انت كان التلفزيون، احنا كنا بنصحى يوم الجمعه نلحق الساعتين الكرتون صح؟ اللي كل اسبوع ساعتين فاتوا عليك خلاص انتهينا، الاستنى وتلت الجمعه اللي بعدها. صباح الخير يا مصر، توم اند جيري. والحمد لله صح كده؟ فانت معطياتك مختلفه، فاكيد الفجوه اللي بيننا وبين اولادنا وهمية يعني حقيقي كبير. وده بقى هي دي اللي ايه بنفضل بقى يعني في شد وجذب طول الوقت علشان نوصل لأفضل نتيجة. لكن أنا مش مع أنه يعني أنا دايما أقول للأمهات أنت مش صاحبة بنتك، ده مفهوم غلط، ده مفهوم غلط. إحنا أم وطفلة أو أم وبنتها متقاربين، لكن مش صح نكون صحاب، لأن الصاحب ملوش عند صاحبه غير نصيحة، الصديق ملوش عند صديقه غير نصيحه. يعني حضرتك مقتنعه بان في بشكل او باخر لازم يبقى في سلطه ابويه يعدلوا المايل لو طبعًا بنستخدم طبعا لازم يكون في وقت من الاوقات احنا بنتناقش واحنا بنتفاهم واحنا بنحاول نوصل لنقطه تلاقي بس لازم في الاخر في اوردر. طب ما هو ده بقى اللي كنا بنقوله يا دكتور، ميولنا مش واحده وفي فروق فرديه، لكن لما تبقي شايفه اللي قدامك عنده القدره وخطير وذكي وما حصلش ده، احنا بنتكلم على ايا كان، وبجد تهدير وقت بلا هدف مضيع نفسه، هقول لك بقى انت تعملي ايه. تصاحبيه، توجدي له بدايل، تحببيه، تحاولي توجدي له بدايل، والاوردر في الاخر. يعني انا كتير قوي امهات تقول لي ايه نعمل ايه في الموبايل، نعمل ايه في الالكترونكس، نعمل ايه. قولا واحدا بيعيها، قولا واحدا، مفيش حاجه اشتريها تاني بعد شهر ونص. لا. عشان المدرسه. ما اوكي، يعني انا قصدي اقول لك ان اشيلها. ايوه قول الاوردر، لانه مفيش تابلتس، يعني مفيش حبوب هناخدها علشان نفك، مفيش ده. يعني هو يعني انا اسفه، يعني مفيش وصفه نقدر نقولها غير الحزم الستريكت. طيب واحنا بنتكلم على المواهب وقدرات الاطفال، امتى اقدر اكتشف مواهب ابني او بنتي وهم عندهم كام سنه مثلا؟ طبعا ده يعني ده سؤال هايل. من اول ما بنقدر نتفتح وعي الطفل، في بقى دي فروق فرديه، في اطفال تبدا من اول 3 سنين، في اطفال 4، لكن اغلب الظن من اول 6 سنين يبدا يبان ميوله، مهاراته ايه. تقول ايه الولد ده بيدخل معايا مثلا الماركت واحنا بنشتري بيسال على الاسعار، فده ذكائه المالي ازيد شويه، ممكن اعرف ان هو مادي. وده مادي حلو لطيف، يعني it is very good، يعني مش وحش. طفل تاني لا اميل للكوره، في طفل اميل للعربيات، فتبدا بقى من اول 6 سنين الوعي يتفتح بالميول. انا بقى دوري كاب اعمل ايه؟ اديله من كل بستان زهره لحد ما يبدا ميوله تبلور، علشان ما يدخلش مثلا في ايه انه معجب بحد لا، او معجب بنموذج معين، او صديق للاسره لا، ابدا بقى ادخله في الرياضه، احط قدامه المحتوى في كل المجالات، وهشوف هو هيبقى اميل لايه، ويبدا بقى ميوله يتفتح في دي. طيب ازاي نعمل حدود، ازاي نعمل بوردرز كده، بحيث ان الاهالي وهي بتدوب في حياه ولادها تبقى لسه موجوده. يعني الام اللي بتتسحل في تخلص المدرسة تجري بسرعة بشنطة التمرين، تخلص شنطة التمرين تجري بسرعة على كلاس الرسم، تخلص كلاس الرسم تطلع جري على كلاس الموسيقى، أو أيا كان بقى كل واحد ماشي يومه ازاي. بس بنتكلم على الطفل متعدد ما شاء الله المواهب، وفي نفس الوقت يكون الناس اللي جنبه عارفة تعيش، ما تبقاش ظلماه
وهو قادر ويدي وعارف يعمل الحاجات دي، وفي نفس الوقت هي كمان عايزه تبقى قادره هو تعمل حاجة. هو الانشغال لطيف قوي، يعني ايجاد اكتيفيتي طول الوقت للاطفال بعيدا عن الالكترونيكس والمحتويات الرديئه هايل. وانا بقول ان دايما ان احنا نوجد بدايل دوت لاولادنا، وان يومهم يبقى مشحون ومليان جميل قوي، لكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده. يعني انا لو قعدت اعمل اخير حاجه في الدنيا وقت طويل بزياده زياده عن اللازم، هتنقلب الى ضدها على طول. فاحنا اليوم اللي بسرعه 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 ده بيسرع رتم، فهتلاقي الاولاد اتنشن عصبيين، والام كمان الام طبعا بتبقى يعني خلاص بقى ما حدش جنبها اخر اليوم، خلاص ما فيش الكواليتي تايم بتاع الاسره. يعني ايه الكواليتي تايم ده؟ بيروح على طول على الموبايل. لا مش على الموبايل، ما احنا بره طول الوقت، احنا في التمارين وفي الكورسات حلو هايل، بس لما بيكون زياده ما بيبقاش فيه كواليتي تايم للاسره، بقى فيش في وقت نتلاقى كاسره، بتبقى الام عصبيه قوي وتنشن قوي. الام دي بتبقى في النهايه مش هدفها مش واضح. هي انت عايزه ايه؟ عايزاه رياضي ولا عايزاه انت وقته مشغول؟ انت عايزاه ايه؟ يعني انت هدفك ايه كأم؟ لازم نبقى فاهمين، لانه الام اللي بتودي التمرين بتزعل قوي لو طفلها اخفق في تمرين او صحيح، وبتزعل جدا لما درجاته تتاثر، وبتزعل جدا لما الكوتش بتاع المدرب الرسم يقول لها انه لا احنا محتاجين نركز. ما هو برضو احنا بني ادم وسعه وطاقه، فاحنا لما بنملاها زياده هتنفجر مني. صحيح. فاحنا بالهدوء، انا لازم يعني في البدايه كده بادئ ان ذي بدء احدد هدفي. انا عايزاه رياضي، يبقى الدرجات مش شرط تكون احسن حاجه. طب وانا عايزاه ليه؟ مش احنا لسه متفقين دلوقتي ان هو اللي بيكون عايز، فانا بشوف ميوله رايحه فين فابتدي ادعمه في هذا الاتجاه، مش ده انا اللي عايز يعني. لا طبعا. طيب وحضرتك بتقولي ان الام لازم تكون محدده هدفها، طيب في بعض الاطفال ما بيبقاش باين له ملامح، مش قادرين احنا نحدد هو معظمهم كمان معظمهم. طيب نتعامل معاه ازاي؟ ما انا لو حطيت له اكتر من حاجه رسم عشان هو يختار في النهايه، ما هو ما عندوش ميول لاي حاجه، فهو هيحس ان انا بجبره على الرسم، بجبره على المزيكا، بجبره على الرياضه، على السباحه، على طيب المبارزة. بجبره دي كلمه بجبره دي يعني احنا علاقتنا اصلا مش احسن حاجه. اذا الطفل اخذ منك انك بتجبره او وصلته معاملتك ليه انه اجبار، يبقى انتوا علاقتكم اصلا محتاجه تتراجع. هو عشان ما عندوش اتجاهات، ما عندوش ميول يعني. طيب في لما ميول الطفل، خليني اقول لك المشكله دي ظاهره ليه. معظم الاطفال كده دلوقتي، والحد يمكن لما يوصل يبقى 14 و15 تقول له حابب تطلع يقول لك مش عارف اي حاجه، فهو ميوله مش متضحه مش متبلوره. ده ليه؟ ده لانه بيستهلك ابلكيشنز كتير قوي، فشغفه اصبح شغف الاخرين. يعني مثلا هو بيتابع على الانستجرام حاجات مثلا وده وان هم اطفال، حاجات مثلا الناس لفنانين، فيبقى شغفه لفنان، هو بيشوف لكوره، لناس عندها بلوجرز في العربيات، فشغفه بيبقى تحول يبقى شغف الاخرين، فهو مش عارف هو متشتت، هو متابع مش عارف هو الأخرين. ايه هو مش عارف هو ايه. هنا بقى يظهر حاجتين مهمين قوي، علاقتك بيه كأب او كأم لازم تلعب دور اساسي في توجيه الميول دي بمنتهى اللطف. وفي حاجه بقى اهم اسمها مقياس الذكاءات المتعدده او مقياس المواهب الاطفال. ده مقياس لما بنروح لحد متخصص بيكون عارفه يطبقه على الطفل، يقول لي ده ميوله اميل لكذا، ده ميوله اميل لكذا، فبيساعدني، بيختصر عليا وقت ومجهود كتير قوي، واقدر علاقتي بقى بالطفل تتدخل في اننا نزق في الحته او ندفع في الحته اللي ميال ليها. وعلى طول اذا كلامك توافق مع ميوله اللي ربنا خلقه بيها هتلاقي الكلام اسهل قوي. فمقياس الذكاءات المتعدده اللي بيقيس انهي ذكاء عندنا، ذكاء الادبي ولا الرياضي ولا الذكاء المنطقي ولا الذكاء الحركي، انهي اكتر اعلى، ونقدر ندفع في الحته دي، طبعا بتبقى بتختصر عليا مجهود كتير قوي. انت الاهل يوقفوا ويقولوا خلاص احنا هنسمع كلامك زي ما انت عايز، احنا هنبطل نزقك وهنبطل ندعمك. لما يبدا بقى يبان عليه اضطرابات فعلا نفسيه، تلاقي الاطفال لما يعني دي اسهل حاجه في عالم الاطفال، انه طول ما هو طفل
طول ما هو اضطراباته النفسيه تطلع على في رؤيه العين، يبدا يقوم يحلم احلام مش كويسه، يتأتأ في الكلام، يبقى نيرفس قوي، ممكن التبول لا ارادي يبدا يظهر، يشتكوا منه المدرسه في انه عصبي وايديه سابقه تفكيره، سابقه كلامه او سابقه منطقه. فدي مظاهر كلها اني انا عندي طفل مضغوط، عندي طفل بدا الضغط اللي عليه بدا يبان، بدا يظهر. ودي اميز حاجه في عالم الاطفال، يعني احنا ككبار ممكن جدا نبقى مضغوطين واحنا بنأكت غير كده، ونقدر ننجح في ده. وحتى لما نقول ده فلان مثلا بيراجع دكتور نفسي او كده نستغرب، ده طول الوقت سعيد ومبسوط، لكن الاطفال مش ده. الاطفال تبان على طول في رسمه، يبدا يرسم موتيفات باللون الاسود، يبدا يرسم موتيفات من غير الوان، عناصر في الرسم من غير الوان، يبدا يجز على اسنانه وهو نايم، يحلم الحمام يضطرب، مش شرط التبول لا ارادي، ممكن يجي امساك فجاه او اسهال فجاه، يبقى بطنه على طول مكرك. يعني في اكتر من مظهر للاضطراب، ان ده مؤشر او الارم كده بالنسبه لي كأم او اب ان الانسان ده مضغوط، فابدا بقى اهدي الريتم عليه شويه وابدا ازود الحوار شويه وانتبه. عظيم. احنا امبارح كان معانا طفلة اكتشفت موهبتها في الرسم وهي عندها 13 سنة وقت كورونا، عندها دلوقتي 15 سنة. هل الفترة دي احنا كآباء وأمهات قادرين احنا نكتشف ميول واتجاهات أبنائنا؟ هل ينفع حد يكون رؤية ويحدد هدفه في السن ده وهو عنده 15 16 سنة؟ طبعا، وأقل. انا بقول احنا قلنا أقل، ان انا بكتشف من البداية من هو صغير، اقصد ان خلاص كبر، يعني وصل ل 15 سنة، يعني خلاص فاضل له سنتين ثلاثة ومفروض يكون اختار هو عايز ايه. هقول لك، احنا دورنا كآباء وأمهات ان احنا لما بنلاحظ ميول عند أطفالنا، والدفع ده بقى لما نيجي نطبقه، احنا بنقول ايه، نزق في الاتجاه ده او في السيكتور ده، الدفع ده لما نيجي نترجمه واقعيا في خطوات في حياتنا، نلاقي ان انا يعني مثلا الطفل اللي زي اللي بتقول عليها دي، اللي هي البنوتة اللي اكتشفت موهبتها في الرسم، لو ما عندهاش أسرة تدفع في هذا الاتجاه، ازاي بقى؟ الوان كتير، رسم كتير، عايزه ورق يا ماما اوكي، عايزه اروح معارض، الحصيره البصريه عندها بننميها بنزودها، مش هدخل يعني هدخلها كورسات، انا عايزه اشحن الانترنت علشان اتفرج على كورسز اونلاين للرسم، فما بقولش لا. يعني ده بقى دور الاهل، بدعم. ان انا الدعم ده بقى ما بيكونش ايه برافو بس، اوكي بس، تمام، اوكي حلو قوي، هاي لا، بيبقى دفع من نوع إجرائي أو تطبيقي أكتر، فيكون أكتر يعني مؤثر ومفيد، وتلاقي النتائج ظهرت على الأطفال وبدأوا يفتحوا كده في سن صغير، إن أنا أنمي حصلته البصرية، أحسسه إن أنا حسبه مش حسب تاني، يعني مش أنا عايز ألوان فلا الألوان غالية هو أنا هأكلكم ولا لا، أنا أحسسه إن أنا معاه، حسبه مش حسب تاني، مش حسب مختلف عنه، وده اللي بيخلي المواهب تتفجر عند الأطفال، ولكن برضو بتوازن. يعني أنا دي مدرستي في كنفسيا وسلوكيا، اللي يهمني أكتر حاجة علاقة الأباء أو علاقة المربيين بأولادهم. لما تتوتر ناخد بريك، لما تتوتر ناخد بريك شوية، ناخد بريك، أسيب لهم البيت وأمشي؟ والله يعني لما يكبروا شوية، يبقوا بقى في العشرينات وكده، لا مش وحش يعني. اهم حاجه ان في الاخر تبقى علاقتنا يعني نلحظها، لما تيجي تتوتر نلحظها، ناخد بالنا منها، مش ناكل ونشرب ورايحين التمارين وبنذاكر وبننجح وبنعدي وخلاص، لا، احنا محتاجين نبقى ترمومتر لعلاقه اولاد بس. هو ده الاهم. اكيد. طيب، ساعات الاهالي بتتعامل مع الولاد على انهم باكج، برغم ان احنا طول الوقت بنطلع في التلفزيون ونقول الفروق الفرديه والولاد مش امهم ومش زي بعض، بس الإحساس عند الأهل بأنه أنا عايزة أدي الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أيا كان بقى عدد الأولاد اللي موجود، عايزة أديهم نفس الرعاية، نفس الحب، نفس صرف الفلوس على الموهبة، نفس كل الحاجات، فبيخلي الولاد باهتمامات مختلفة تبقيش عارفة تعملي معهم إيه. ما هو هقول لك، ده بينطبق على كل حاجه في الدنيا، حتى العقاب. يعني انت مثلا ممكن يكون عندك ثلاث اولاد، فهو غلطوا غلطه الثلاثه مثلا، عاقب الثلاثه احتياطي، لا، فانت قلت لهم طب مثلا يوم الخميس ما فيش ملاهي،
مثلا، مش هنروح المول يوم الخميس مثلا فتلاقي اتنين انهاروا والتالت انبسط. يعني اتنين بدأوا ينهاروا والتالت احسن حاجه في الدنيا، فهو اصلا ممكن يكون فاهمه. فده يسي عليه كل حاجه في الدنيا، الاكل والشرب والخروج واللبس والاهتمام كل حاجه. لا كل حد ده المده لوحده قصه. الاهالي اللي تحب تخلص اليوم انها تروح يلا الولاد تروح تجري في المول وننطلق بلا هدف، غير ان احنا نضايق الناس اللي موجوده في المول اصلا، والولاد يتشجع عندهم انهم على طول عينهم بتتفرج فطول الوقت عايزين يشتروا، واحنا نرجع منهكين نفسيا وماديا وهم راجعين زعلانين وتبقى خروجه اللكد العظمى. فاللي بتقولي عليه ده لو طبقناه على كل الدنيا، انت بتدي بالاحتياج مش بالعدل. يعني انت بتدي كل حد باللي محتاجه، مش ده زي ده زي ده، لا انت بتدي كل حد باللي يحتاجه. وده بقى ده اللي يفرق الام الجيده عن والمدرسه الجيده، انها هتدي ستيكرز للاولاد، بس لما تدي ده ستيكر بتاع سبايدر مان غير لما تدي ده ستيكر بتاع العربيه اللي بيحبها، هي تبقى فاهمه الطفل من جوه وهو قد كده بيشعر ان انت شايفاه من جواه. فانت بتدي مش بالتساوي، بتدي بالاحتياج. نفهم من كلام حضرتك ان احنا السبب في الضغط العصبي والنفسي اللي في البيت الاباء والامهات. والله رؤيتنا للامور دايما محتاجه تهدى ومحتاجه نهدي الريتم. يعني احنا محتاجين دلوقتي نفكر جوه الصندوق شويه. يعني احنا طول الوقت حابين نبقى هنرجع للصندوق تاني بره الصندوق. محتاجين نهدى، يعني رتم الحياه يهدى شويه. احنا بسرعه كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، وده ضغط علينا اكتر ما هو ضغط عليهم. ما هي دي الحياه يا فندم. ما هو احنا محتاجين نقومها في ان احنا نهدى شويه، نهدى الريتم يهدى شويه، نبقى عندنا هدف واضح بالنسبه لنا احنا عايزينه رياضي ولا متفوق دراسيا ولا متفوق ايه بالظبط، علشان تبقى الاخلاق والسلوك والنفسيه معايا في كل ده، فالدنيا تبقى احسن افضل. واما اجيب 70% وانا متوازن نفسيا احسن ما اجيب 99 وانا مضطرب. اما اجيب 70 وانا اما بيتي يبقى مثالي بنسبه 70% وانا متوازن نفسيا وعلاقتي باولادي كويسه، افضل ما نجيب 99% واحنا مضطربين ومشدودين. بس ما نجيبش 99% وبعدين نتصالح، مش يعني فكري معاك الموضوع انتهى غالبا هتبقى باظت. الخناقه قامت خلاص، مفيش داعي. مفيش داعي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي، الف شكر لحضرتك. الله يسعدك. صباح الخير. شكرا ليك يا دكتور. صباح الخير.